ومن موسكو ألكسندر ستيبانوف الخبير العسكري، وأبدأ به لأنني أريد أن أتأمل ما يشيع منذ صباح اليوم عن أنه طبعا ما أطلقته في البداية وول ستريت جورنال من أنه هناك انهيار في هرمية اتخاذ القرار في الجيش الروسي بعد إلقاء القبض على عدد من الجنرالات الكبار. طبعا نحن نستقبل أخبارا من هذا النوع ونضع عليها ذرة من الملح، لأنه هؤلاء خصوم الروس وطبيعي أن تكون هناك حرب بروباغندا متبادلة. لكن دعونا نتأمل هذا الأمر مع السيد ستيبانوف. كيف قرأتم هذا الكلام الصادر عن وسائل الإعلام الغربية، وما حقيقته في رأيك؟ من وجهة نظري الشخصية إن وول ستريت جورنال ليست مصدرا موثوقا، وهي تحاول صنع إعلام مضلل وبروباغندا ونشر معلومات خاطئة ومضللة بشأن هذه الحرب الهجينة ومعلومات بشأن الحرب والصراع. وهذا السياق يأتي في صراع الصراعات الداخلية فيما يتعلق بالدول الغرب والناتو. هم يقدمون معلومات وفقا طبقا لأوامر من واشنطن، فهم يمكنهم القول ما يشاءون بشأن المشكلات داخل قواتنا العسكرية وقادتنا العسكريين، ولكن هناك حلول نهائية لهذه المشكلات. وربما تكون هناك مشكلة في التواصل، ربما نرى ذلك في نتائج الأرض المعركة، وهذا من شأنه أن يتم تناوله في المنصات الإعلامية وأيضا في ميدان المعركة. هناك الكثير من الخسائر والدمار داخل في صفوف المعدات التي قدمها حلف الناتو لأوكرانيا. لا يمكنهم صنع أي شيء حيال ذلك على الجبهات الأمامية. ماذا بشأن التمويل بكميات كبيرة الذي قدم إلى أوكرانيا؟ ماذا فعلوا بكل هذه المساعدات؟ إذا ما تناولنا هذه العملية أو الهجمة المضادة الأوكرانية، لكن هناك كثير من سيد الكريم أرجوك سيد ستيبانوف، أعتذر للمقاطعة جدا، وأعرف أن المقاطعة غير لائقة خصوصا حينما نربك زميلنا المترجم الكريم، لكن أنا مضطر للمقاطعة كي أسألك. في الحقيقة أود أن أعرف ما صحة إلقاء القبض على عدد من كبار جنرالات الجيش الروسي، هذا أولا. ثانيا، هل الجنرال سيرجي سورافكين قائد قوات الفضاء الروسية معتقل على خلفية تمرد فاغنر؟ يمكن أن أتناول المعلومات الرسمية، ليس لدي أي معلومات من هذا القبيل، ولكن بالطبع سوف يكون هناك حلول نهائية يمكن حل هذا في القريب العاجل. أعتقد في الوقت الراهن العملية الأساسية الآن في سياق التحقيقات والسياق القضائي، ولكن بكل صراحة أعتقد أن كل وجهات النظر حتى الآن ليست موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق، لأن ليس هناك أي معلومات مؤكدة في هذا الشأن بشأن الصراعات والمواجهات والعمليات العسكرية الجارية في ميدان المعركة، فهي كلها معلومات سرية ومصنفة بدرجات سرية. ومن وجهة نظري هناك عمليات قضائية ونيابية سوف تكون لها نتائج سوف نراها في نهاية المطاف، يتم اتخاذ قرارات بناء عليها، ولكن على المستوى الاستراتيجي وفي الجبهة الصراع لن يكون هناك فارقا. الصراع مستمر وعملية اتخاذ القرار تتم بشكل يومي، وكما ذكرت فإن على جبهة الصراع سوف الأمر يعتمد بشكل كبير على النتائج النهائية، ولكن ليس في منتصف المسار.